سلا حد دين دابت نما زنا غري اوسو دردرتا تزن زنا اوسو دوت تمرتويت كي ربي تنخيست خلات الرجال تما جنما افرتم قيا افرتم روبنو للدابت روبو رو سلا والرجال خناجا دني دلغور راسلا لدا ماسي كان ذلك سببا في حصول البركات دين التخديفة متات دلين من خدل قتات بركان دجي في سمير رافود أم تيجو هذه الأمم الماضية أمة دبرت سبب دليتين على خمسة هي يقتل فيها أفراد لم تقطق ولي به ولا جيس زبن أمان هذه الحروب المعاصرة فهي حروب تهلك فيها الجماعات البشرية منها كما غيست مدرسة غيست فيه الجماعات البشرية مجانك مجيونت عمد التمرم عمتان الرامرم عمت الرامرم سلام نخر خيس جر أمة الإسلام الحصون من نيسا وينفر رائد الرجل يدد تقبت البيوت والمساكن من ساني هم تغيست من نساني قبري تهيف من دينان بير رابا فمن قالوا اليتامى جول لي يتيمو صدقوا الله عباد الله ربي قلت بويا افقر الناف يا امه الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعد من اطاعه اجرا عظيما وعد لمن عساه عذابا اليما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله اتقوا الله تعالى أبلي الإسلام رب سداد بفعل ما أمركم واجتناب وحذروا معصيته بارتكاب ما نهاكم عنه أبلي الإسلام رب خيسا سداد ورب التئس أجج دلقودان وحذروا معصيته إرى لوركما إرى فقاد دلي ربي بارتكاب ما نهاكم عنه ورب الرئيس اندور كررت دليسا دلقونا إرا فقارنا اندلقنا وعلموا أن للطاعة أثرا حميدا وعاقبة سعيدا قال ربي قلون أثر قاري فارفما عاقبا ملكي بودينا قبض جيشونا وأن للمعاصي أثرا قبيحا وعقوبة شنيعا بدي دلقون دلا لاقمون هرك دلا فودون وجن تاو وجن دغون دلي دلغون لما فرشو دغو صاحبون وان للمعاصي فرشو دغون اثرا كبيحا بودن سيدا فكتو د وعقوبه شنيعه كتان سيدا حماد امه الايمان قال الله تبارك وتعالى في بيان اثار المعاصي ربين قلته بود دلي دا دبته تجر يجو زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس درين دلين دربات برا بحر خيست وان هرك علمنا ما دلقون ليزيكهم بعد الذي عملوا قريوان اسان دلقني دلدمسيسوا داف ربي لعلهم يرجعون اكخر ربي دي بانيف دليتنا بديتنا ربي ولي المنا ما تتاتوف أكخر سادي بأنيف روبا نوركو لان واحد دولان واحد دولان المنا ما مكرم يجو جنو دنيا رت إخوة الإيمان أي بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي إرؤون كبين يواني إرسو يجو لا دليل يجو أمة الإسلام ميدان واني بكليوان برد دوف دود دوف سببا دليلاتين وقال بعض السلف من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها
نمي دلي تكيوني فخندل قتات دكي تنرت دكي ربي بليس لأن سراح الأرض والسماء بالطاعة واني دبكي في سمي ربي تلتون قالي ربي قلو داني توحيدك أبتشو داني بدعا رافقاتشو داني دلي رافقاتشو داني دكي واني تلت سمي واني تلت قالي ربيت. ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض أحب من أهلها من أن يمطروا 40 صباحا سلا حدين دابته نمزنا غري أسو دردرتات إبدا ومي خان سلا أسو دوت التمرتويت دچي ربيتنا خيست خنات الرجالة ما غنما أفرتم قيا أفرتم روبن ولد دابته روبو روح سلا والرجال خناجا وذلك لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس المنا ما يحدي ربي خم دلق متات لما بدي بل ليس خطات ميوتات المنا ما هم تور رائف كبيتو وأكثرهم عن المعاصي هدون دلي دلقوا الراسلان دابت وإذا تركت المعاصي كان ذلك سببا في حصول البركات يوني بدل التخديفة متات دلين من خدل قتات بركان دجي في سمير رافود أم تيجور سمير را رومي قدن بوه دجين مدان بريداهم باف تيجور وثبت في الصحيحين أن الفجار إذا مات فجاري هو قاد يستريح منه العباد والبلاد دجي ربي تي في قبرو تربي هفور بافة يا ربي لم تجف فلسطين غزة أكسف جرسان يا ربي ديغا سرى ساخي سقوقي سي حفور الرابع فاكي سي قبروتن كيتي في دكيت يا الله والشجر والدواب بيلدان هم دنو قال بعض السلف إذا أجدبت الأرض دكين هقال إيبوت قالت البهائم بيلدان نجت ميربا سوليفت هذا من أجل عساة بني آدم واني روبك ودمني ميروان يانو دمني دچين اكنت وان يانو واني را دمني سببا دلي المنا ما دلقوني خنون داهو وانقوي نيجد ما جاء دوب لعن الله عصاة بني آدم ربها عبار وردلي دلقو ربني آدم المنا ما خنا جاني عبارا وجاء في الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم المنا ما واهن دوركة زكاة رساني إلا منع القطر من السماء روبا أبي روبا أبا ملوه انتان سميرا وما بخس القوم المكيال والميزان واهن إرس أم النتك ميزانا في سفر واهن إرسا إلا ابتلوا بشدة المؤونة إنكي ركو جروت مكر من ملوه انتان فالمعاصي تسبب سبب تاتيك أمرين تأرتو روم سمتك أبامو السببتات وخراب الديار قندي ديقمت سببتات قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أبار اتقلق سي ونقص من الثمرات الروح ريراته يجور من أن بلسي لعلهم يذكرون ما الذي أغرق قوم نوح بالطوفان مالت حلاخ قوم نوح طوفانا وأغرق فرعون وجنوده في البحر ما لسببان فرعون في وراء النساء بحرت على خمانيف وما الذي سلط الريح العقيم ما لسببان كلين سمشيني على عادرة ربي والمهردف يا ربي يا ربي يا ربي إسرائيل الترك كلين سسن وما الذي أرسل الصيحة على ثمود ما لسببان ثمود الرت ربي ارجف وما الذي ارسل وامطر الحجاره على قوم لوط قوم لوط سبب ماليت ربي نسان الاخ وكتب عليهم على البلاد سافلهم دجي اسي الفوديس مي جلجي سجلسيدا غبت ولدي بسيف سبب مالي سبب لواتي داتي ندير برباتوتين وما الذي خسف الأرض بقارون مالي واني سببته قارون دچين قدين كتن وما الذي أمطر النار المحرقة مالي سببني إبدي
اتبوئف خنمقب وارسل الصيحة على قوم شعيب أليست هي الذنوب والمعاصي هن هندلو دلي هنتان اخوة الايمان. قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه شوف سانيتو سببا دلي سانيت انسان قمنا فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته الصيحة ينسخ التروف ومنهم من خسفنا به الارض خدتشي قدين كت ومنهم من اغرقنا خيسان غرق وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربي ان كان ما ميدو هنتانه المنا ما افيف لبو ساميدا. ان الذنوب هي التي اهلكت هذه الامم الماضيه امه دبرت سبب دليتين على خلصاني وهي التي تهلك الامم اللاحقه امه بودع ديموس. قال تعالى الم نهلك الاولين ورد راهم بل ليسن انا الاخنه ثم نتبعهم الاخرين خانس فانساني اوفناجي كذلك اكرمت نفعل بالمجرمين مجرم توتت اكن دلق اوفتين واهم بدوف نمتي جسني في سواهم بدو جرسني في واهم بدو ربنا عالما قبق اباف ملي ويل هلا هجر ويوم اذ للمكذبين ورخجب سيزل. وهذا ما ذكره الله من عقوبات زاجر وعظم واعد لنا اتاني اما ورد بريخنا نوف قرصته قبيته فيها هي الحروب الطاحنة تشتعل نيرانها في البلاد المجاورة وحروب دمرها ابدا اما انتنا قبتش على اجر غزة خيست بي فلسطين كيست لم يسبق لها مثيل فكين أكنا تكا الدنيا رتخن الأركم في تاريخ البشر تاريخ المنا ما خيست والإسان أمتها غزاتي في فلسطين انكتات الجرنجتش لإسرائيل لما يستعمل فيها من الأسلحة الفاتكة والانفجارات المروعية سميدا إبد التروبة دتشيران اتبو أجرا والقذائف المدمرة تانكيدان اتدر باجرا سمي ابدا التروب بشان الراكت يعني الراكت التي لا يمنع منها حصون واللي تكبك إسان اتوامة قبتني جلاديسا هنجرت أسين كران اتجفان قمسين جفان سمي ابدا التروب دتشيران ابدا التروب. كانت الحروب الزمن الماضي بالسيف للي أما أندرى سيفي لأنتر زمن دبر والبندقية يقتل فيها أفراد لما تقولي به والأجهزة زمن أما أندرى. أما هذه الحروب المعاصرة فهي حروب تهلك فيها الجماعات البشرية بكتكت منا حاكمة خيست بكتكت مدرسة خيست تهلك فيه الجماعات البشرية مجانك مجيونت خامت اتمرمي خامتان الرامرمي خانرت الرامرمي خامن الرجيسني تهلك فيها الجماعات اسلام نخر خيس جرى امة الاسلام بقذائف واحدة مدافعا سمير الكوتر الاتروبسن وتدك الحصون من نيسا وينفر رائقا الرجيق ابدد تقبت في البيوت والمساكن منساني هم دغيزت من نساني قبريته وتمزق الأجسام بلا حدود قام نساني اجرم يا إخوة الإيمان ومن ينجو منه يبقى بلا مأوى ولا طعام ولا شراب خخنا الراهف ناته نركة نقاته نركة كما تسمعون أكد أجيسني أركاجر تلت إخوة الإيمان
يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام إسلام لهم دينهم لتك يوم آمن تقرؤكم ستتداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى ركب ستشوكم هل كان كاري ربي بوي وفقنا إخوة الإيمان أركو جرت النمني إسلاما الدنيا قوتون كما تسمعون من ملايين الذين شردوا من بلادهم نما مليئنا بير بافمن وفيهم النساء والأطفال النساء الأراملة دلال هندية وانت تاتهر ملاتات والأطفال اليتامى جول لي يتيموت فاتقوا الله عباد الله ربي قلتين بويا أفخر الناف يا أمة الإسلام يا نتن الرب دت والنسر أكم تارا مسلا يعني إنسان وقاتل إنسان تو المؤمن يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو هم نتتكون لستي يوسفات يوم لستي يوتغيت السبات الكتات راب التابر فاتقوا الله يا رب لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك هلا قبل جبين قبل جبين نسيف يا الله يا رب برد أبدا تمان فاتقوا الله عباد الله وحذروا المعاصي فإننا في زمن عظمت فيه الفتنة جزي زمان فتنة كيسة الدمات تغيسجر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يقول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ذي العزة والجلال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الشديد المحال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من هديه يسير وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في أحوالكم وما يجري حولكم أمة الإسلام رب سدى قل لا يعني بشأن نجر أمة الإسلام وتفكروا في أحوالكم وما يجري حولكم من العبر لعلكم تذكرون أكغر فمتني في إخوة الإيمان إنكم في نعمة من الله تامة أمن نغيان جراجا جرانا دين أمة الإسلام في أوطانكم وصيحة في أبدانكم بيتتين بي نغيا قام نخين يفين قاب وفرة في أموالكم قابين خيسني سنغيسني قاب وبصيرة في دينكم دين كيسن الله نغيا قاب فماذا أديتم من شكر الله وإن جيسن ربي فقلت ربي الواجب عليكم فإن الله وعد من شكر بالمزيد ربي إنما إساف قلت غلتنين إذا أفجع وتوعد من كفر بنعمته بالعذاب الشديد نمم ربي كفر كتات هما أكا كتات ربي بألم سينا فجر نمم أماس ربي فقلت إن قلتن وإستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم أبوينا أفقلت غلتزني سنيفين إذا نغي ولدتين سني داب نغي دابتين رزق سنيفكن بيتيس النغي أنقل لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد يونا أفقلت غلتوبات تنكت أنخي أمار جبار إن الله سبحانه وتعالى يري عباده من آياته ليعتبروا ويتوبوا
ربي قلت واني خنا هم داهم وغرسيسوف اكتوب بني خر ربي ديبنوف. فالسعيد من تنبى وتاب والشقي من غفر واستمر على المعاصي. هم قوان ما قارين نما ملكاوان نما من تنبه نما دمكي وتاب توبته والشقي هم قوان نما بدان نما من غفل نما خنا الرادقته واستمر على المعاصي دلي ردتره دلي رابو قودد ولم ينتفع بالآيات آيتوان أركم خنطخن قرصا من ججور. كم تسمعون من الحوادث ميركو غزة الرفت فلسطين الرد وتشاهدون من العبر حروب في بلاد المجاورة بيهم دخيست للدين إسلام الرد سببا ونتكهن جرت لا إله إلا الله محمد رسول الله ملي ونتكهن جرت. إخوة الإيمان الدنيا تنقوت الراوني كفران واني اسلام الرب ديبت اسلاما ربي قلته ربي انك يا ربي جتشو ما في ملي واني تكهنجرت. حروب في البلاد المجاورة اتلفت امما كثيرة وشردت الباقية خام في التيخان بي الرابط عن ديارهم ايتمت اطفالا وارملت نساء للا يتاما قوتي جولي في التيخ امما جولي للانو امما جتشو بكتك كتب ماجر امني مسلمة يبدأ سمي في تجيرا للتروب ساجرا لم نتكلم حقوق الإنسان والنجو هنجر ترى إسلاما هندليت ترى مونا مبروني دليت أمة الإسلام نتيس ربي كمنا قرآن ربي كمنا الله كمنا ربي قلتها آخر النوفي وأفقرت أغنياء دريه هند مسكين يسد وأذلت أعزاء نما ججبا هند دك يسد ولا تزال تتواقد نار إبدك أبتشرا هندين وتطارب شرار الحمت سيلاك أبتشرا هندين على من حولهم نما إسان تناجر لهم نجايا هنبان في لبنان لبنان هنبات يا أمة الإسلام وفي فلسطين وفي غزة فلسطيني في غزة نبديها الكريق يا اتروب الجرى يا أمة الإسلام. هناك كواثر ينزل الله بها الناس وهناك حوادث السير في البر والبحر بحرا سميدا موت الجماعات بكتكت نما منها خما خيسجر نما دبشا نما دبترب نما دكبسد للا جول قتم عجرا ججور. أمة الإسلام يا نمتك ربي في قياك يا ما أمنت يا نمتشار ربي قلته قلنا موفتيس ربي خيسودان خباته يسوس هلكنك اي ربي بويف ربي توك جمالي واتك ومن نسان هما هنكبن. عباد الله اكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاة والسلام عليه وقد امركم بذلك في محكم كتابه قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزم إسرائيل وأمريكا يا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا الله فإنهم لا يعجزونك أنزل عليهم رجزك وعذابك من السماء. اللهم انصر الفلسطين اللهم انصر للفلسطين اللهم انصر لأهل غزة اللهم انصر لأهل غزة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.